اترافع عني، انا هترافع عن نفسي. اللي عاوزه منك بس انك تعمل اللي انا بقولك عليه، لا تزود حرف ولا تنقص حرف. امال انا جاي اعمل ايه؟ انت جاي علشان تساعدني في القضيه، تكتب لي مذكرات، اعلن لي شهود. انت مش عاوز تساعدني في مهمتي. على كل حال انا هروح للمدام واقول لها انك مش عاوز تساعدني. ايوه روح. مدام؟ مدام مين؟ مدام فيفي. فيفي؟ فيفي مين؟ مدام فيفي مراد المطربه. انا اخويا ما اعرفش فيفي مراد، انا اعرف ليلى مراد، منير مراد بس. الله، انت مش متجوز مدام فيفي مراد؟ لا، انا متجوز واحده اسمها فله، وفله دي ما تعرفش المغنى بوتيتن. انا متاكد انها مراتك، وبالاماره لها حسنه في دراعها اليمين. يا نهار اسود، انت وصلت للحسنه؟ طب اتكل على الله بقى من قدام احسن اعمل جريمه كمان مره واروح في داهيه. روح قول لها ان انا طلقتها. طلقتها؟ ايوه. ازاي؟ ازاي تطلقها من غير ما تقابلها وتكلمها؟ يا هتتجنن عليك. يا استاذ هي كلمه واحده، طلقتها يعني طلقتها. احبسني ابوس ايدك، خدني. ما ترد عليا يا محمود. هو المحامي مش قالك ان انا طلقتك؟ طلقتني؟ ايوه طلقتك. ليه عملت ايه يا محمود؟ لانك بقيتي ما تنفعليش. سيادتك بتشتغل مطربه وانا ما احبش مراتي صوتها ينكشف على رجاله. انا عملت كده يا محمود عشان اجيب قرشين اصرفه مع القضيه. انا ما احبش مراتي تغني عشان تصرف عليا. انا افضل الشنقه عن البراءه اللي حدين عن طريق الكباريهات، فاهمه؟ امال كنت عايزني اشتغل ايه؟ غساله؟ عشان يبقوا اتنين في العائله، مش كده؟ بذمتك انتي مش مكسوفه من نفسك؟ اكسف نفسي ليه بس؟ هو انا بعمل حاجه بطاله؟ انا بشتغل وبشقى وبتعب لغايه انت ما تخرج من السجن. طب تسمحي بقى من غير مطرود؟ ابعت لك المحامي. مش عاوز محامين، انا هترافع عن نفسي. انا المستشارين والقضاة يعرفوني كلهم. اتفضلي زقي وديني على الهيلتون ابوس ايدك. دخلني. Thank you.
كل ليلة ما يلحقش يوحشك. وإيه اللي استفدته أنا من طلوعه كل ليلة وبشوفه من بعيد لبعيد؟ ما عايز منه إيه؟ ولا نعم. وحياة عينيكي دول. أنا يكفيني منك نظرة رضا. كلمة حلوة تطفي النار اللي قايدة في قلبي. نار يا حبيبتي نار. اسمع يا توفيق، أنت أحسن حاجة تبتعد عني، أنا مش فايقلك يا أخي. أنا عايز أشوفك كل ساعة. يا دي المصيبة، ما أنت بتشوفني كل يوم. أشوفك وتشوفيني، ألغيكي وتلغيني، تحدتيني وحدتك. وبعدين؟ وبعدين؟ اطلب القرب منك. ما كانش يتعب. ليه بقى؟ هتلاقي راجل احسن مني؟ لا بس الاقي راجل اعقل منك. يا راجل حط عقلك في مخك او جوزي وديه فين. جوزك ده ايه؟ ما هو ملقح في السجن لما ينشينا. ان شاء الله يبقوا شنقوك انت. ليه بقى؟ انت هتستنيه؟ اه. طب افرضي خدت ابيض برضه هستناه. لا والله بنت قصدي بقى تعيشي 25 سنه من غير راجل يحميك ويواسيكي من الذئاب اللي قابي النبي كوالنبي. هستنى. والنبي انا اخاف عليك الفتنه. لا ما تخافش علي، انا مفتحه قوي واخده بالي من روحي كويس كده. اه. طب وازازة الويسكي اللي بتشربيها كل ليله ومال؟ عشان انسى الهموم اللي انا فيها. ما انا كنت بربيك ليه؟ اه عشان تتجوزني وتشغلني مش كده؟ ليه لا ده بعينك كده. اه ما شاء الله. واقفه تتسيري مع توفيق وسايبه الزبون قاعد على نار. اتفضلي اقعدي معاه. الراجل ده انا مش فاهمه ما بحبوش ليه، دمه تقيل على قلبي بشكل. مفيش حاجه اسمها بحبه وما بحبوش، الشغل شغل. ولا احنا هنتسلطف الزباين؟ وليه لا؟ احنا مش بتوع كده. ولا فالحه كل ليله تطلبي فلوس للمحامي؟ شوفي شغلك. معلش بكره تتعدل. البرد له اوان والدفى له اوان والفل له اوان. ازازة الويسكي فين يا توفيق؟ الويسكي جاي حالا والست فيفي كمان جاي حالا. والنبي. اغشك اهي جت اهي. اتفضلي يا مدام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اللي انت بتتقالي عليا ليه؟ انا في الحقيقه مش فاهمه ما بحبكش ليه. بتكرهيني يعني؟ ما يهمش. على اي حال انا متفائل. عجايب حد يتفائل من واحده ما بتحبوش؟ اللي اوله كره
اخر ولد. انت اسمك ايه؟ محسوبك فرج. فرج شرف. فرج اسمك حلو له معنى جميل، بستناه من زمان. انت دلوقتي فرحتيني. انما قولي انت في حاجه مضايقاكي؟ يعني تكونيش بتحبي وعاوزه تنسي اللي بتحبيه؟ يبقى مين سعيد الحظ ده؟ انسان تعيس. غني فقير دق. شكله حلو. ابدا نشيت 1000 جنيه في حيوانات احلى منه شويه. الله، امال بتحبي فيه ايه؟ بحب فيه طيبه قلبه وانسانيته واخلاقه. شوف ازاي. اسمك ايه؟ توفيق ابراهيم توفيق. عمرك كام سنه؟ 32 سنه و3 اشهر. بتشتغل ايه؟ جرسون. قول والله العظيم اقول حق. والله العظيم اقول حق. انت قلت في محضر التحقيق ان محمود جالك في محل شغلك وطلب منك فلوس. ايوه يا فندم ده صحيح. وبعدين؟ وبعدين اعتذرت له وقلت له اديني فرصه عشان ادبر لك المبلغ ده. فقال لي لا، انا هروح حرن حتتين صيغه بتوعي بتوع مراتي عند الخواجه المرحوم. فقلت له افرض ان الخواجه المرحوم ما قبلش الرهن ده. فقال لي ان رفض هقتله، هذبحه، هشرحه. الكلام ده صحيح يا محمود؟ ايوه يا فندم مظبوط. انا فعلا رحت للمرحوم عشان ارهن عنده الاسوره. طيب وفين الاسوره اللي رحت ترهنها؟ وقعت مني ببيت المرحوم. لكن عند معاينه بيت المرحوم ما وجدتش الاسوره، ايه رايك؟ ما تعيطيش، دلوقتي العدل هياخد مجراه. وهكذا اقدم المتهم على جريمته الشنعاء، وخنق الضحيه المسكينه بلا شفقه ولا رحمه، ظانا ان بامكانه الهروب من العداله. ان النيابه تطالب باعدام المتهم حتى يتطهر المجتمع من امثال هذا المجرم الماثل امامكم. الدفاع. يا حضرات المستشارين، إن المتهم الماثل أمامكم. أنهي متهم؟ أنا يا فندم. أنت هتترافع ولا المحامي اللي هيترافع؟ أنا اللي هترافع عن نفسي. لا يا فندم، أنا اللي هترافع. إيزلي. طب اتفضل بقى حضرتك اتحبس بدالي. من مصلحتك إنك تسيب المحامي يأدي واجبه. اتفضل يا أستاذ. حضرات المستشارين، إن موكلي رجل بريء، وما دفعه للوقوف في قفص الاتهام إلا تمسكه بالخير وحبه للمبادئ القويمة. فلقد أراد أن يسدد ما عليه من إيجار، ولكن من أين؟ فلقد ذهب ليرهن بعض مصاغ زوجته عند المجني عليه. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا بحالة أوراق المتهم محمود عبد السميع عبد السميع إلى فضيلة المفتي. أنا مفتي؟ يا نهار أسود! حسنة! جاب كلامي يحيى العدل! يحيى العدل! عدل من جف كسر الأهل! معلش يا محمود سد حيلك، أمرنا لله، نعمل إيه بس؟ الحمد لله اللي جت على إعدام، مين عارف كان هيجرى لي إيه أكتر من كده؟ أنا عاوز أروح عند أمي! يا سلام، عمركم ما شفتوا واحد محكوم عليه بالاعدام ابدا؟ كلكم محبسين سجن. يلا عاد نجر انت هو شوف شغلكم وتحبسوا. جابكم البلائي والبلاء. يضحكوا عليا. انت اخينا عاوز ايه؟ جايب لك الاكل. جايب ايه؟ عيش ولحمه وموت. رجعه. ليه مش عاجبك؟ لا انا ما باكلش عيش بلدي، انا عاوز عيش من الاقليم الشمالي. ثم كمان ارجوك. نعم اجيب لك ديك روم اظن. لا عاوز ارانب
بالفراخ. انت بتدلع كده ليه؟ ما تدلعش ليه، مظلوم ومحكوم عليا بالاعدام، عايزني اموت ناقص اكل. اللي زيك لازم نفسهم تتصدى عن الاكل. انا عارف نفسك مفتوحه كده ليه. ايه خدت براءه وافراج؟ فرحان بالاكل، خدت براءه وافراج من الدنيا بحالها. روح جيب اللي قلت لك عليه. روح روح. حاضر. اسمع. نعم. هات الواياك ده. اتفضل. وقول للطباخ اعمل معروف حمر للارانب كويس. حاضر. اسمع. نعم. قول له يعمل لي طبقين رز. حاضر. اسمع. في ايه تاني؟ جيب لي تفاحتين امريكاني بسرة. حاضر. اسمع. نعم. ورينا عرض كتافك. حاضر. اسمع. نعم. مع السلامة. الله، مالك يا فيفي زعلانه ليه؟ ما فيش حاجه، اسمتي كده. يلا قوم اعملي نمرتي. ارجوك يا مدام اطلعي انت بدالي، انا اعصابي تعبانه مش قادره اغني، مش عايزه اشوف حد ولا حد يشوفني.